قال وزير خارجية النيجر بكريا وسنجاري إن زيارته لمصر تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ونظيره النيجيري، أضاف بكريا وسنجاري أن مصر لديها إمكانيات وخبرات هائلة لمساعدة بلاده في مكافحة الإرهاب. مصر هي أكبر قوة عسكرية في أفريقيا، فلديها ولديها خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب. فهذا الأمر لا يشمل فقط النيجر، ولكن مجموعة الدول الموجودة في الساحل التي تواجه الإرهاب، لأن الإرهاب لا جنسية ولا بلاد له، فهو عالمي. دولة واحدة لا تكفي لمواجهة الإرهاب، وهو عمل متعاون واجب أن نواجهه. ونعلم جيدا أن مصر لديها الإمكانية والقدرات والخبرات لتساعد